على تلال قرية بيرزيت شمالي مدينة رام الله وضع حجر الأساس للمتحف الفلسطيني، وهو من أهم مشاريع مؤسسة التعاون، ويفترض أن يجهز المتحف بشكل نهائي عام 2015. طريقة عملنا هو مبني على الأفكار، يعني أنه نخوض بأمور معينة بنشوفها أنه جميلة مهمة، يمكن حتى بعدها صعب للمجتمع أنه لأنه نرى أنه هذا مكان. نحن أحد شعاراتنا هو أنه المتحف الفلسطيني هو محل مكان آمن لأفكار غير آمنة. المتحف الفلسطيني لن يقتصر على الحفاظ على الذاكرة وحسب، لأن فلسطين ما تزال حية وستبقى كذلك، بل إنه سيكون منبراً لطرح أسئلة الحاضر وباباً لفتح آفاق المستقبل. هو فضاء مفتوح للحوار، فهذا مكان من خلاله من نحاول نتواصل مع شعبنا الفلسطيني أينما كان، وسنحاول خلق شبكة من الشركاء، ورح يكون هذا إن شاء الله قوي ويجمع الفلسطينيين وين ما كانوا، مش بس الفلسطينيين، وكل ناس مهتم بشؤون القضية الفلسطينية والمناصرين بجميع أنحاء العالم. وبما أن الوضع السياسي الفلسطيني شتت الأهل وفرق الأحباب، سيهتم المتحف ومن خلال العالم الافتراضي على الوصول للفلسطينيين في الشتات ولكافة المهتمين بتاريخ فلسطين وتراثها. هنا وضع حجر الأساس للمتحف الفلسطيني، المتحف الذي يؤمن بأن التاريخ والتراث لا يعرفان الحدود وأن الإبداع لا يعرف الحواجز. من تلال بيرزيت شمالي رام الله، لإذاعة صوت الغد الفلسطيني رباع وضلة.